مش حمال؟ كم واحد مات من حماس؟ وين خالد بشار؟ وينهم؟ ولادهم بره بيتعذبوا. بنتكلم على يا جماعه الوطن جايه تتجوز الناس عندها في مصر. والدماء التي تسيل على أرض غزة من المتسبب فيه؟ هل إسرائيل هي التي قامت بإطلاق النيران؟ أم أنهم هم الذين قاموا بخطف 3 من الإسرائيليين في عملية استفزازية الهدف منها أن تستفز إسرائيل لضرب الآمنين وضرب المسالمين وضرب المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني؟ من الذي بدأ؟ الذي بدأت إسرائيل أم حماس؟ فعلى البادئ أن يتحملوا البدء. هم يقولون أن لديهم 25,000 مقاتل، عليهم أن يدفعوا بهؤلاء في حرب، وعمالين يضربوا صواريخ، ما بيقتحموش بر ليه؟ ما يدخلوا يقتحموا بر الأرض الإسرائيلية. ولا هم عاملين زي الكلاب اللي مربوطه في سلاسل في قلب بيوت اصحابها، عماله تهبها بمنارة السور، واول ما تسيب الكلب يخاف يطلع بره باب بيته.